في مواضيعنا المحلية من كسب يدي مشروع أكسب النساء اللواتي يتقاضين مساعدات من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وهذا كان سابقا، مهارات مختلفة طبعا تعينهن على سد حاجاتهن وتعلمهن الاعتماد على النفس والانتقال من حياة الأخذ إلى العطاء. وخير دليل على ذلك نجاح مشاركتهن في المعارض التي تقام خارج دولة الكويت، ومن بينهم زهرة الشطي التي حصلت على جائزة أفضل أسرة منتجة على مستوى الوطن العربي في صناعة العطور. نتابع. الشطي هي باكورة مشروع من كسب يدي. هذا المشروع التنموي الذي يستهدف العنصر البشري وخاصة النساء أنتجته وزارة الشؤون للفئات التي تتقاضى مساعدات اجتماعية ليكون بمثابة سند لهن لمساعدتهن على العيش الكريم. وزارة الشؤون كوني أنا كنت مدربة استضافتني عندها، وإلى حد الآن أنا مدرب معتمد عندهم في وزارة الشؤون في مشروع من كسب يدي وفي 33 بوتيك. هما الدافعين لي، هما الأساس، هما اللي مثل ما تقولين يعني حطوني على أرض قوية، أرض خصبة أني أنا أنطلق في دوراتي وفي ثقافتي العطرية. مواهب كثيرة ومتنوعة أعطتها وزارة الشؤون فرصة على طبق من ذهب بإنشاء مجمع متكامل بوتيك 33 يحتضن مشاريعهن الصغيرة لينطلقن بها إلى العالمية. جائزة الشيخة سبيكة جائزة قيمة من ناحية النفسية أو الاجتماعية أو المعنوية. أنا فزت في الزيوت العطرية، حصولي على المركز الأول على الدول العربية والدول الخليجية. لها مقاييس معينة جائزة الشيخة سبيكة، لها قواعد أساسية، لها شروط معينة أن الإنسان أو الشخص يحصل عليها سواء مرأة أو الرجل. وأنا كوني أسرة منتفعة وزارة الشؤون حصلت عليها بدعم من وزارة ودعم من أسرتي بمساعدة أسرتي. مشروع من كسب يدي فتح المجال لولادة مجموعة مشاريع تخدم المرأة الكويتية، حيث وفر لهن الدورات التدريبية اللازمة لكل مشروع لتكون قادرة على المنافسة في مجالات متعددة. مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت. حياكم الله مشاهدينا. مثل ما تابعنا في التقرير، يعتبر مشروع من كسب يدي من أهم المشاريع التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والتي تهتم بالمرأة من خلال تقديم الدعم وإقامة الورش التدريبية في المجالات المختلفة وكذلك تسويق المنتجات. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن تنضم إلينا في الاستوديو إحدى المشاركات بمشروع من كسب يدي والفائزة بجائزة الأميرة سبيكة لأفضل أسرة منتجة، زهرة الشطي. حياك الله ومنورتنا وسعداء جدا بوجودك معانا في العالم هذا الصباح. حياكم الله، صباح الخير، وأنا سعيدة بعد بهذا اللقاء الجميل، إن شاء الله راح يكون جميل. الله يسلمك، أتمنى إن شاء الله. في البداية أستاذة يعني زهرة، أنا أبارك لك حصولك على هذا المركز الأول، وخلينا نتكلم في البداية عن مشروع من كسب يدي وتعطينا فكرة والسادة المشاهدين عنه. الله يبارك فيك. بالنسبة حق مشروع من كسب يدي، هو يدعم كل سيدة كويتية عندها مشروعها الخاص، سواء بالدورات، سواء بالمعارض، سواء يعني تساعدنا حتى في أماكن عرض منتجاتنا. فمشروع من اسمه من كسب يدي، أي شيء أنت تسوينه بإيدك يكون حرفي، سواء خياطة، سواء عطور، سواء أكل، يعني إكسسوارات، شغلات تكون حرفية من صنع إيدك من كسب يدي. فكانوا يعني يوفروا لنا كل ما نحتاجه من أرضية خصبة للعرض، من دورات خارج الكويت وداخل الكويت، من مواد احنا استهلاكيه نستهلكها في شغلنا. فدور مشروع من كسب يدي دور كبير حق اي سيده كويتيه عندها مشروعها الخاص. تمام، يعني تحتضن اي موهبه، اي حرفيه كويتيه عندها امكانيه او عندها موهبه في شيء ما، تنضم الى هذا المشروع، وايضا الوزاره مستعده لصقل هذه الموهبه وتدريبها عليها اكثر لتخرج الى ارض الواقع، صحيح هذا الكلام؟ انزين، اذا كان او تساءلنا اذا كان هناك شروط لانضمام هؤلاء السيدات لهذا المشروع.
والله سابقا كان الا يعني يكون منتفع من وزاره الشؤون، اقصد يحصل على راتب من وزاره الشؤون. انا كوني انا مدربه عندهم، مدرب معتمد، فيعني مشت علي جميع المميزات اللي هي مثلا المعارض الخارجيه، المعارض الداخليه، الدورات، الثقافات، هذه كلها مشت علي كوني ان انا صار لي تقريبا خلينا نقول 12 سنه مدرب معتمد دولي في مشروع من كسب يدي. أدرب المنتفعات اللي يأخذون معاش من الشؤون. طيب هذا السؤال، هذا الشرط أو هذا البند كان سابقا، الحين يعني إن شاء الله هذا البند صار أي وحدة تقدر تشترك في هذا المشروع؟ لا، من ناحية من كسب يدي لا هذا الشرط موجود إلى حد الآن. أي نعم. طيب إذا تكلمنا عن دعم وزارة الشؤون للفئات اللي تتقاضى المساعدات الاجتماعية، كلمينا عن هذا الجانب. والله تدعمهم يعني شو اقول لك، تدعمهم بالمواد، تدعمهم بدورات مجانيه، تدعمهم ايضا بمعارض، وانت تدرين احنا هنا المعارض ارضيتها غاليه، فالوزاره متكفله اعطتنا حاليا محلات مجانيه في ارتقينا شويه، طلعنا من كسب يدي رحنا 330 بوتيك حاضن للمشاريع الصغيره في ضاحيه السلام جنوب السره، متكفله في وزاره الشؤون محلات ديكورات، انت بس تيم تعرضين مشروعك، بس يكون شرط ان مشروعك صنع ايدك، مشروع خاص فيك، مو ان انا اشتري شيء جاهز ويعرضه تعرضينه. ايه؟ طيب خلينا نتعرف أكثر على المشاريع المشاركة من خلال هذا المشروع. والله مشاريع كثيرة. أولها دورات. يعني دورات. عندك خياطة، عندك تعليم الخياطة، عندك ملابس، عرض ملابس. حتى في كافيهات، في أكل، في حلويات، في عطور ما لذ وطاب على ما قالوا. في كثير شغلات، فيها تنسيق حفلات، فيها تنسيق زهور. عندنا يعني. يعني مجالات ما شاء الله متنوعة وكثيرة. اي نعم. إيه نعم، مجالاتنا كثيره ومنوعه. الله يعطيكم العافيه. نعم. طيب خلينا نتكلم عن الحدث الاكبر وهي جائزه الاميره سبيكه، واللي ما شاء الله عليك يعني من بد المشاركات في هذه الجائزه قدرتي تقتنصين الفرصه وتحصلين على المركز الاول، كلميني عن هذه المسابقه. والله جائزة الشيخة سبيكة ما يختارون عبط، ترى يختارون على أسس وقواعد علمية سليمة. شلون؟ أول شيء لازم تكونين مشروعك يكون مدروس. شنو هدف مشروعك؟ شنو رسالة مشروعك؟ هل هذا المشروع ممكن يمشي بالدول العربية أو الدول الخليجية أو حتى إن شاء الله عالميا بإذن الله تعالى؟ في محكمين دوليين، في محكمين خليجيين، تدرين تقريبا احنا كنا 21 دولة عربية وخليجية، ولله الحمد الكويت فازت فيها، لأن فعلا مشروعي، ما بأمدح مشروعي، مشروعي مميز. خلينا نتعرف على مشروعك. مشروعي أنا احنا نقول في مجال العطور، لكن العطور له أساسيات، يعني أساس أي عطر أو معطر يحتاج زيوت، وتكون زيوت يعني خلينا نقول 90% تكون طبيعية، وهذا كان صعب حصوله بالسوق المحلي، فأنا تميزت بزيوتي، وهذا اللي فزت فيه، إن في زيوتي طبيعية أستخلصها أنا بنفسي. يعني مثلا أجيب الزعفران الخام، الزعفران الغالي، بطريقة وبقواعد سليمة على ما أطلع لي زيت الزعفران أو زيت العود أو زيت العنبر، زيت الخيار، زيت التين، يعني في زيوت لا أول مرة نسمع عنها، زيت الكركم، زيت الحبق، في أشكال وأنواع من الزيوت، ولله صحيح. الحمد، وهذا أنا تميزت فيه، أن زيوتي نادر ما تلقينها بالسوق يعني. طيب يعني أستاذة زهرة، يعني ما شاء الله هذه موهبة جميلة وموهبة أساسية في مجال صناعة العطور. يعني إحنا يمكن أنواع العطور سابقا كانت لأنواع معينة من الزهور، لكن اليوم احنا نتحدث عن توابل، احنا نتحدث عن مواد اخرى دخلت في مجال هذه الصناعه. طيب انت هذه الموهبه شلون قدرت تحصلين عليها؟ هل بتدريب خاص من وزاره الشؤون والاستفاده من دوراته، ام ان هذا الشيء كان فيك انت شخصيا؟ والله انا شوفي كنت يعني وايد احب العطور. اي نعم. وعندي موهبه وعندي حس فني وعندي حاسه شم قويه، بس في بداياتي من 85 كنت احس ان شغلي فيه شيء غلط. أو شيء مو راضي يكمل. فبحثت
دراسات برا الكويت في أكاديميات معينة تكون خاصة في العطور والمعطرات، هذا كله مجهود شخصي يعني. بعدين أنا جيت عرضت شغلي اللي أنا تعلمته على وزارة الشؤون، أنا عندي كذا كذا كذا، ممكن أنا أعطي عندكم دورات، فهم احتضنوني بالدورات ولله الحمد، يعني دوراتي وصلت حتى للدول العربية يعني تونس، المغرب، ليبيا. أنت نظمتيها؟ أنا أنظم دوراتي بس بمساعدة وزارة الشؤون، يعني دائما يرشحوني وزارة الشؤون كوني أن أنا مثلا مدرب معتمد دولي، وحاليا إن شاء الله راح أصير مدرب معتمد دولي ومستشار في مجال العطور بإذن الله. بالأول والأخير كويتية بنت البلد وما شاء الله متميزة في مجال أيضا جدا جميل. تحت الهواء قلتي لي أن هناك ثقافة في العطور إحنا نحتاج جميعا أن نغيرها، ناخذ فكرة عنها. الناس يعني تعتقد أو الأغلبية تعتقد أن العطر عبارة عن زيت وكحول. لا، عبارة عن زيوت طبيعية وكحول معالج ومثبتات. إذا توافرت هذه الشروط أنت فعلا فعلا راح تكونين تصميم نادر أو مميز. فعشان نقصد الثقافة العطرية لازم أدرس كل ما يخص العطور، من زيوت، من تركيبات، من الخلاصات والنوتات العطرية، من أساسيات العطور، من نوعيات العطور سواء كانت صيفية أو شتوية، مسائية أو صباحية، رجالية أو نسائية. هذه الثقافة لازم نتعلمها صح. بداياتنا كنا نحط، أنا واحدة من الناس اللي كنت أحط شغلة معينة في البخور، بس بعد 10 سنين مع الخبرة ومع الدراسة ومع البحوث اكتشفت أن هذه المادة تسبب التليفات الأنفية وتسبب الماء الأزرق للعين. فأنا هني فعلا هذا ما قلت عبط، درست دراسة جدية، درست بسوريا ودرست بسنغافورة، هذا عرفت أن فعلا هذه المادة في مادة طبيعية تحل مكانها ونفس الوقت ما تضرنا، تكون صحية. معلومات جميلة عن شيء احنا كلنا نستخدمه، يعني العطور اعتقد أن الكل يستخدمه بشكل يومي، يعني للاستفادة من هذه المعلومات هل تنظمين دورات في هذه الأمور أو في هذه المعلومات؟ هل تعطين دورات؟ أنا عندي 3 مستويات. دورتك المقبلة متى بس عشان بس اللي حاجة. عندنا دورة 27-28 أبجدية العطور. أنا كل شهر سجل وين؟ في رقم خاص يعني يدق علينا واحنا نسجله، ناخذ اسم الثلاثي وندخله عندنا بالسيستم، وقبل الدوره بيومين نذكر. ما عندك اي موقع على السوشيال ميديا؟ بلا، عندي الرقم 4AL_FAKAMA4. اوكي، إذن كل التوفيق لك الأستاذة زهرة الشطي وعلى هذه المساحة الحوارية المعطرة اللي تكلمنا فيها عن هذا العلم، وأبارك لك مجددا حصولك على هذه الجائزة. الله يسلمك.